تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم حفل بطولة اليوم الختامي لكأس صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة مسابقات الرماية السنوية وبطولة شد الحبل للوحدات بميدان الرماية الإلكتروني، ويأتي ذلك ضمن الاحتفالات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم رعاه الله مقاليد الحكم في البلاد. فلدى وصول جلالته أيده الله كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. كما كان في الاستقبال الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظكم الله ورعاكم وأدام عزكم. سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، حفظكم الله. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة، إن تشريف جلالتكم اليوم ورعايتكم الكريمة ختام مسابقة الرماية العسكرية والأنشطة الرياضية لوحدة قوى الدفاع البحرين لهو مصدر فخر واعتزاز من جميع منتسبين قوى الدفاع البحرين، والنول شرف عظيم الوقوف بين يديكم جلالتكم مقدرين ومثمنين دعمكم اللامحدود للرياضة والرياضيين في قوى الدفاع. واسمح لي سيدي من هذا المنبر أن أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام جلالتكم السامي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالتكم مقاليد الحكم والسلطات الدستورية في مملكتنا القالية، مجددين عهد المحبة والولاء وصادق الانتماء، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويبارك مساعيكم وخطاكم ويمدكم ذخرا وفخرا وسندا لرفعة وطننا العزيز الشامخ. سيدي صاحب الجلالة، نستذكر اليوم منجزات رياضية سطرها أبنائكم من قوة دفاع البحرين، حيث أثمرت تلك المشاركات حصول منتخب ألعاب القوة لبطولة العالم العسكرية للماراثون، وبطولة العالم العسكرية لاختراق الضاحية، وبطولة العالم العسكرية لنصف الماراثون، كما حصل منتخب الفروسية العسكري بطولة العالم لقفز الحواجز. ختاماً سيدي، أتوجه لجلالتكم حفظكم الله تعالى بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لتشريفكم حفلنا هذا، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكتنا القالية في ظل عهدكم الزاهر، حفظكم الله ورعاكم وسدد على الطريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بدأت منافسات المسابقات العسكرية بمختلف أنواعها، حيث امتازت بالدقة والمهارة واللياقة البدنية العالية. Thank you.
ثم قدم مدير الاتحاد الرياضي العسكري هدية تذكارية لجلالة الملك المعظم وهدية لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين. وصدر عن جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمر الملكي السامي بترقية ضابطي صف من مرتب الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين إلى رتبة ملازم، كما تفضل جلالته بمنحهما وسام الإقدام العسكري، وذلك تقديرا لهما على ما أبدياه من شجاعة وإقدام أثناء أداء واجبهما الوطني المشرف، وما اتسم به من بسالة وتفان خلال مهمتهما مع الأشقاء بالقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. بعد ذلك تفضل جلالته بتسليم الوحدات الفائزة الجوائز، حيث فاز في المركز الأول في مسابقة شد الحبل القوة الخاصة الملكية، كما فاز في المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون البندقية كتيبة المشاة الآلية الملكية 13، كما فاز في المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون الرشيش الحرس الملكي، كما فاز في المركز الأول في مسابقة إسقاط الصحون المسدس الكتيبة الخاصة 83، كما فاز في المركز الأول في مسابقة المحارب ضباط الكتيبة الخاصة 83، كما فاز في المركز الأول في مسابقة المحارب رتب أخرى القوة الخاصة الملكية، كما فاز في المركز الأول في كأس الرماية الكتيبة الخاصة 83، كما سلم جلالته كأس جلالة الملك للتفوق الرياضي لعام 2023-2024 لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي. وبعد ذلك تفضل جلالة الملك المعظم بإلقاء كلمة سامية. بسم الله الرحمن الرحيم. قواتنا الباسلة الشجاعة، أبنائي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع بكم في هذا اليوم لنشهد النهائيات ونشكر المنظمين ونهني الفائزين، وعساكم جميعا من الفائزين، ولا عجب في ذلك، فقد استطاعت قوة دفاع البحرين بمسيرتها الحافلة بالإنجاز الوطني ومواقفها المشرفة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي أن تكون موضع إعجاب وتقدير الأشقاء والأصدقاء كافة، ومنبع للفخر والاعتزاز، وهي تصون أمن بلادنا وتدافع عن كل شبر من أراضيها وفي أي موقع من حدودها، سواء في البر أو البحر أو الجو. وكلنا ثقة في الله أولاً، ومن ثم في جهود أبناء منسوبي القوات المسلحة الذين لا سقف لبذلهم ولتفوقهم ونصرتهم بإذنه تعالى. ولن تنسى البحرين تضحياتهم ومواقفهم البطولية الشجاعة في ميادين العزة والكرامة، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبرار برحمته الواسعة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد رفع الجميع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته أيده الله مقاليد الحكم في البلاد. دعينا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه لمواصلة هذه المسيرة الظافرة التي تشهدها مملكة البحرين في عهد جلالته الزاهر في المجالات كافة.